تاتكم زوينه تاع الساعه صلاه وسلام على رسول الله الى جا الى جا سيدنا محمد الله معاه العلي. سلام بنات، كديرين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في صحه جيده واموركم مزيان، وانتم كتشوفوا لا فيديو ديال اليوم نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وكيف شفتوا معايا اليوم بديت لكم بالفيديو بالصلاه والسلام على رسول الله. اليوم فيديو سبيسيال صراحه، وهاد الايام ان شاء الله غادي نبقى نحط لكم هكايا، بما انه انني مسافره ما كاينش هكايا في داري، مسافره العطله كاينه في دارنا هكا في الباديه، فغادي دائما كاين مفاجات، كاين بزاف د الحوايج ان شاء الله غادي نقدمها معاكم. وان شاء الله كنوجدوا لواحد الحفل، ان شاء الله غادي نديروا واحد الحفل هكايا غادي نديروه. المهم كاينه واحد المناسبه دائما نخليكم مع لي فيديو، غادي نخلي لكم دائما لي فيديو باش ترقبوا اشنو كاين والحفله شنو عندنا. المهم نتوما دائما ترقبوا الفيديوهات، راه كيف قلت لكم هاد الفيديوهات صراحه غادي تكون ان شاء الله فيديوهات سبيسيال وفيديوهات زوينه. فكيف شفتوا معايا غادي نديروا واحد هكايا معاونين حنا وبنات خالي، هكايا كنا مجموعين صراحه في الدار، فغادي نديروا واحد الكيك غادي نديروهم هكايا، باش غادي نديروا بهم هكايا الكوتي. فانا غادي نديروا تقريبا كيف شفتوا معايا غادي نديروا الكيك الاولى، غادي نديروا فيها تقريبا واحد 4 ديال البيضات، كاس ديال السنيده، ونخلطهم هكا مزيان حتى كيتجانسوا لينا وكتذوب لينا هذيك السنيده دائما. غادي نديروا هذا الكيك، هذا الكيك ديال الشوكولاته، المهم كيك اسود وفي نفس الوقت عادي وبسيط وكيجي رائع وكيجي خفيف. فغادي نديروا كيف شفتوا معايا 4 البيضات، كاس ديال السنيده، الزيت، كاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب، وكنديروا فيها جوج خمارات، كنديروا الفاني، الكاكاو، القرقاع مقطع. دائما القرقاع المقطع كيعطي واحد القرمشه بالنسبه للكيك ديال الشوكولا، كيجي رائع بزاف القرقاع، كيتواتى مع هذاك المذاق ديال الكاكاو. هنا الحليب كنعرفوا الحليب كيرطب الكيك، فغادي ندير الكيك الاولى هكايا كتصيب فيها بهذه الطريقه، هذه سهله. فغادي نديرو هاد الكيك غادي نديروهم وغادي ندخلهم للفران في دقه واحده. وعندنا الفران تبارك الله كبير، الفران كيهز 5 تاع الطاوات ديال الكيك 4، المهم عندنا الفران كبير. صافي هنايا كيف شفتوا دمجنا دوك العناصر مزيان، غادي ندير نزيد القرقاع، نزيد الكاكاو، نزيد داك الكميات كلها. صافي، والدقيق دائما على حساب الخليط، دائما الدقيق على حساب الخليط. وهكايا كيف شفتوا هذه الكيكه ديال الشوكولا، ان شاء الله هذه الكيكه ديال الشوكولا اللي غادي تكون. فغادي نخليكم على فيديو ونشوفوا الكيك ديال الكيك. غادي نديروا البسبوسه حتى هيايا، البسبوسه اللي كتجي بطريقه سهله وبسيطه وفي نفس الوقت اقتصاديه، وكتجي رطبه وكتجي زوينه بدون مكونات بزاف. دائما خليكم على فيديو من الاول حتى الاخير باش تشوفوا دائما المكونات ديال هاد الكيك. هادو راه كيجيو الصراحه رائعين وخفاف كيف قلت لكم.
كيف شفتوا معايا هنايا راه كملنا الكيك الاول الاسود، غادي نحطو اول كيك الشوكولا كملناه، غادي نحطو كيف قلت لكم وغادي ندير الكيك الثاني. الكيك الثاني كل وحده درت كيكه، راه كتشوفوا الايدي مختلفه في التصوير، كل وحده درت كيك. المهم كاين نصور معاكم ونشارك معاكم كل شيء. راه هنايا درنا الزيت، غادي نديرو اربعة البيضات غادي نديروهم، غادي نديرو كاس سنيده، غادي نديرو تقريبا المكونات كامله غادي ديرها في خطره واحده، غادي ديرها كيف شفتوا معايا. غادي نديرو حتى الكيك ديال المول العجيب، حتى هو راه كيجي واعر الكيك ديال المول العجيب، كيجي زوين. المهم غادي نديرو الكيكه ديال الشوكولات، الكيك المول العجيب، البسبوسه، وعاد الكيك العادي غادي نديروهم. المهم هادو درت هنايا البيض، درت السنيده، غادي تضربهم مزيان مزيان، غادي تضربهم وصافي. المهم راه خليكم على فيديو البنات، دائما غادي نخليكم على فيديو راه شارح راسو بلا ما نكثر عليكم قوه الهضره. المهم غادي نخليكم تشوفوا الفيديو حتى الاول، من الاول حتى الاخير تشوفوه كامل. هنا راه زادت ديك الرشيشه ديال الباني وزادتها. دابا هنايا غادي نديرو الكيك عاود، الكيك المول العجيب. دابا غادي راه كيف كتشوفوا راه المول حاطينه باش نديرو هذاك الكيك. غادي نديرو لانه حنا تبارك الله مجموعين، ما غاديش تقدنا غير كيك وحده. وكيف شفتوا معايا درنا اربعه ديال الكيكات، كل وحده والطعم ديالها، كل وحده والمذاق ديالها. درنا البسبوسه، الكيكات ديال الشوكولات، والكيك ديال المول العجيب بواحد الصراحه بواحد الصلصه او بواحد الصوص اللي غادي ديروا واحد الصلصه صراحه رائعه اللي غادي ديرها في داك المول العجيب. غادي تجي داك الكيكه ديال المول العجيب معلكه وزوينه صراحه. المهم راه تبعوا المقادير، دائما تبعوا المقادير، هاد الوصفات هادو الصراحه راه زوينين واقتصاديين في نفس الوقت، وفي نفس الوقت كتحطي شي حاجه اللي زوينه وكتحمر الوجه.
صافي هنا بعد ما كملتها ودرت لها داك الدقيق ديالها، درت الدقيق كما كيف شفتوا معايا والكاكاو، المهم ما تكونش ثقيله كيف شفتوا معايا القوام ديالها، ما يكونش ثقيل، تكون هي هذيك خفيفه، ما خفيفه ما ثقيله. صافي غادي نحطها حتى هي على جنب، غادي نحطوها. دابا غادي نديروا الكيك العادي اليومي الاقتصادي، غادي نديروا بما انه المول كبير، غادي نديروا تقريبا 5 ديال البيضات كيف شفتوا معايا، كاس ديال السنيده، كاس ديال الزيت، غادي نديروا كاس ديال الليمون، غادي ندير وصافي. هادو هما المقادير ديال الكيك اليومي، غادي نديروا هادو وغادي نحطهم هكايا دائما البيض والسنيده مع البعض ديالهم حتى يطربوا مزيان، نزيدوا الساشيه ديال الفاني او النكهه ديال الفاني. صافي هذا ما كان، نديروا الليمون الزيت، صافي هادشي اللي كاين، وغادي نديروهم في نفس الوقت بربعه يطيبوا في خطره واحده. صافي هنايا من بعد ما درناهم في الفران كيطيبوا، راه كيف شفتوا معايا دخلناهم الفران كيطيبوا، فغادي نديروا هذيك الكريمه او الصلصه اللي غادي نديروها لهذاك الكيك المول العجيب، فغادي نديروا تقريبا جوج معالق ديال الكاكاو، معلقه ديال الكريم باتيسيير، جوج معالق ديال السنيده او معلقه ونص، دائما على حساب الذوق ديالكم، على حساب المهم الصلصه هذه وهاد الكريمه هذه راه كتجي زوينه كتجي. كي قلت لكم هاد الصلصه راه كتجي رائعه وبد الكريمه وبدون حليب، بدون حليب يعني كتجي رائعه واقتصاديه. غادي نديرو هنايا لا كريم باتيسيير، غادي نديرو تقريبا واحد المعلقه ولا جوج معلقات، معلقه ونص على حسب الكميه اللي عندكم نتومايا. صافي غادي نديرو باش غادي نجمعو هاد الكريمه هادي، غادي نديرو واحد الماء، غادي نديرو تقريبا جوج كيسان ديال الماء وكاس ونص، المهم دائما نتومايا عندكم ميزانكم. هنا غادي نديرو واحد جوج كيسان ديال الماء، غادي نديروهم تقريبا صافي، ونخليهم يغليو مزيان فوق البوطه، وغادي نديرو هنايا الفلون ديال درهم، يعني الفلون العادي ديال درهم، غادي نديرو واحد الوحيده ساشيه ديال الفلون.
صافي نخلطوا هاد المكونات مزيان، نخلطوها ونديروها فوق النار حتى تغلي كيف قلت لكم، تغلي مزيان تغلي صافي. وهكايا ونحطوها فوق هذيك، نحطوها فوق هذاك المول العجيب، داك الكيك ديال المول العجيب. كيف شفتوا معايا هنا درين النعناع كيتقطر غاسلينو صافي. هنايا غادي نديرو، كندير هذا تاع البسبوسه، داك السقوة ديال البسبوسه غادي ندير هنايا، هذه تغلي مزيان تغلي. وغادي نزيد عليها تقريبا واحد 4 طروفات ديال الشوكولا، يعني نقول لكم واحد 4 القطع مربعات العاديه غادي ندير تقريبا. غادي نديرها في البوطه تغلي ليا مزيان حتى تعقد ليا الكريمه ديالي، ونديرها فوق داك المول العجيب. هذه هاد الماء غادي راه هنايا تقريبا واحد الكاس ونص ديال الماء، مع نص كاس ديال سنيدة، مع ساشية ديال الفاني او معلقة ديال الفاني. الى عندكم الفاني هكايا كيف عندنا حنايا كبيرة صافي. هنايا غادي كيف شفتوا غادي نحركوها مزيان، نحركوها ونحطوها فوق داك الكيك المول العجيب صافي، ونزوقوها دائما الذواق ولا الحطه كتبقى على حسب الذوق ديالكم وعلى حسب الاختيار ديالكم. صافي هنايا من بعد ما درنا الكوتي بدوك الكيكات، بغيت نصور معكم هاد المنظر. هذا الصراحه عجبني، وعجبني البحر هنايا من هاد البالكون هنايا، عجبني البحر. وشوفوا عجبني المنظر، وعجبني هاد الناس زارعين هاد الفصه، وقيله ديال الفصه
زارينا وتشوفوا من هنايا كيبان البحر، واحد المنظر رائع بغيت نصوره معاكم. صافي هنايا راه عجينا الرفيسه، دايرين الرفيسه غادي نعجنوها وغادي نصيبوها. المهم انا راه شاركت معكم مع مقتطفات شويه شويه من الحاجه، واخا عرفتي راه الفيديو راه كان طويل ولكن راه التصوير راه كتعياي بالتصوير الصراحه. المهم انا شاركت معكم هاد الاجواء هادي وصافي. المهم نشارك معكم اجواءنا والاحتفال اللي غادي نديروه ان شاء الله، شنو غادي تكون عندنا، شنو المناسبه وشنو غادي يكون عندنا، ترقبوا في الفيديو الجايين باش تعرفوا دائما الجديد. سلام على رسول الله إلى جا إلى جا سيدنا محمد، الله معاه العلي. المهم البنات غادي نخليكم ان شاء الله في امان الله، الفيديو الجاي دائما ترقبوا الجديد ان شاء الله، نخليكم في